وللوقوف أكثر على الوضع الإنساني في اليمن في ظل انتهاكات ميليشيات الحوثي، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران. أهلا ومرحبا بك أستاذ عرفات. أهلا بك وبالإخوة المشاهدين. لم تعد الحكومة اليمنية وحدها من تحذر مما أسمتها المأساة الإنسانية الوشيكة، بل دخل على الخط المنظمات الدولية. بداية، لو تصف لنا الأوضاع أكثر على المستوى الإنساني داخل اليمن في ظل هذه التحذيرات. طبعا الوضع الإنساني في اليمن مأساوي. نحن في اليمن ما يقارب من 30 مليون نسمة. حوالي 56% من هؤلاء أطفال، وهؤلاء الأطفال هم أشد الناس معاناة من الوضع الإنساني. 80% من هؤلاء من السكان يعيشون تحت سيطرة ميليشيا الحوثية، كون هذه الميليشيات تسيطر على المدن الأكثر كثافة سكانية. أيضا المساعدات الإنسانية 80% تصل إلى ميناء الحديدة ومطار صنعاء الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثية، رغم ان هناك 20 نقطة وضعتها الحكومة الشعبية للأمم المتحدة، لكنها لا تستجيب لآليات التنسيق مع الحكومة الشرعية. الأزمة الإنسانية في اليمن اليوم وصلت حوالي إلى المرحلة الخامسة، ونقصد بالمرحلة الخامسة أن هناك مؤشر لحدوث مجاعة في اليمن. وحدوث مجاعة في اليمن معناته أننا وصلنا إلى 30% من عدد السكان لا يحصلون على بحسب التقارير الدولية أستاذ، أن نحو 3 ملايين نازح في اليمن، يسكن ما يقرب النصف مليون منهم المخيمات. يعني كيف ترى أوضاع المخيمات التي تؤوي هذا الرقم الكبير من النازحين اليمنيين؟ حقيقة المخيمات أغلبها في مارب، فيها مخيمات من كل المحافظات، وهو تجمع كبير للنازحين. وهناك ايضا ما يقارب 114 مخيم في تعز و118 مخيم في حجه، وكثير من المخيمات في مناطق كثيره. لكن اليوم حسب الوحده التنفيذيه للنازحين هناك 93% من الاحتياجات لا تصل الى هؤلاء النازحين، يعيشون اوضاع صعبه في الصحراء. مخيماتهم المخيمات ايضا لا تليق بكونها مخيمات ومآوي يعني تقيهم البرد والحر هذه الأيام، ولا يوجد أي مقومات للحياة في هذه المنطقة، لا ماء ولا غذاء ولا أشجار ولا حتى يعني مراعي لأغنامهم الذين يسكنونها من مخيم إلى آخر. وهؤلاء المخيمات أيضا يتعرضون للقصف والاستهداف المباشر من قبل ميليشيا الحوثية، فينزحون من المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، زاد من وضعهم الإنساني. وكان هناك حلول وضعها المنسق الإنساني التابع للأمم المتحدة، أنه لا بد من مركز إنساني في مارب وأيضا جسد جوي في مارب، لكن لأنه ما زال المركز الإنساني موجود في صنعاء وتتحكم به ميليشيا الحوثية. هذا الوعود كانت في إبريل من العام من هذا العام، إلى الآن لا استجابة غير الوعود، وهناك اوضاع سيئه جدا. طيب كيف تنظر للجهود جهود الجمعيات الاغاثيه الدوليه لانقاذ هذه الارواح من خطر الفناء جوعا في مخيمات النزوح؟ يعني لولا جهود كما قلت مركز الملك سلمان الذي يتواجد منذ 2015 في مارب، اما هذه المنظمات هي لها سنتين فقط من تواجدت بعد ضغط اعلامي انها غير موجوده. وهناك ما يقارب من 1000 شاحنه تصل تباعا الى مارب فيها يعني امن غذائي، وهناك ما يقارب من 300 ايضا خيمه لهؤلاء النازحين وقدم مركز سلمان. هناك ايضا جمعيه الهلال الكويتي وبعض الاشقاء. لولا هذه الجهود لكانت هؤلاء النازحين قد اصيبوا بالمجاعه وسوء التغذيه منذ 3 سنوات. نعم، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.